حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شريك ويزيد بن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ثابت عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. وقال في حديث يزيد بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن يزيد عن ابن ثابت عن المطلب أو عن العياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.